أهلا بكم. احتفل مجلس الشارقة الرياضي في مقره باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات، وذلك بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس ومدراء الإدارات وموظفي المجلس. وتخلل الاحتفال العديد من الفقرات التي عبرت عن تراث الإمارات والهوية الوطنية والفقرات الغنائية والهجيز الشعبية بمشاركة فاعلة من أندية الإمارة. نتكلم عن إنجازات إمارة الشارقة، وكانت من أهداف سيدي صاحب السمو في المجلس أن يرتقي الهدف الأساسي أن علم الإمارات يرفرف في جميع الألعاب، والحمد لله رب العالمين أن إجت توجيهات سموه والدعم اللامحدود للمجلس الشارقة الرياضي في جميع الألعاب وجميع الأندية في إمارة الشارقة، والدعم الكبير للرياضة في إمارة الشارقة، والهدف الأساسي كان هو رفع علم دولة الإمارات في المحافل الدولية. يدشن المنتخب الإماراتي لكرة القدم مشاركته في خليج 24 بمواجهة شقيقه اليمني ضمن منافسات المجموعة الأولى، ويسعى منتخبنا إلى تحقيق فوز يسمح له بضمان انطلاقة قوية تمهد له الطريق نحو لقبه الخليج الثالث بعدما حل وصيفا في النسخة الماضية. أما المنتخب اليمني فرغم مشاركته في النسخة الثمانية الماضية من البطولة فلا يزال يبحث عن الفوز الأول، ويتمنى أن يتحقق ذلك في مشاركته التاسعة. ضمن منافسات البطولة الخليجية لكرة السلة الجارية في الكويت، حقق المنتخب الإماراتي فوزه الأول وجاء على حساب أصحاب الأرض ب 89 نقطة مقابل 80، ورفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط وضعته في المركز الثالث مؤقتا. وكان أبيض السلة قد خسر المواجهتين الأولى والثانية أمام كينيا من البحرين والسعودية. كشفت اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب الأندية العربية للسيدات عن جاهزية 6 منشآت رياضية موزعة على مختلف أنحاء الإمارة لاستضافة منافسات الدورة الخامسة من الحدث الرياضي النسائي الأبرز في المنطقة، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلال الفترة من 2 وحتى 12 من فبراير المقبل. جاء ذلك عقب زيارة تفقدية قامت بها لجنة الإشراف والمتابعة لمواقع المنشآت.